بدني متواصل ومذول على الجهة اليمنى اللي كنا نتحدث عنها منذ قليل، خاصة من جانب مفتاح اللي نقدر نقول الأنشط والأحسن من جانب اتحاد العاصمة في هذه المرحلة الثانية. نعم يعني شفنا شوف وجود أكثر من تم لاعبين الوفاق، ولكن ما فيش انتشار جيد، ما فيش مراقبة لاصقة، حتى خبرة سيجار طريقة وضع الكرة في الشباك تم بطريقة جيدة، وحتى سيجار كان أمامه أيضا أحد لاعبيه اللي هو بدبودة، أحد لاعبي الاتحاد يعني